وأما العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال والأموال، فكان يوما مشهودا من كثرة الصراخ والبكاء والعويل. أخذوا أرباب الأموال فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات في طلب الأموال، فربما مات أحدهم من شدة الضرب ولم يكن بقي له ما يفتدي به نفسه. ثم إنهم أحرقوا البلد وأحرقوا تربة السلطان سنجر ونبشوا القبر طلبا للمال، فبقوا كذلك 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافة وقال هؤلاء عصوا علينا، فقتلوهم أجمعين، وأمر بإحصاء القتلى فكانوا نحو 700,000 قتيل، يعني ما يقارب 1,000,000 قتيل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكلام لابن الأثير يقول فإنا لله وإنا إليه راجعون مما جرى على المسلمين ذلك اليوم. تعليق: ملايين المسلمين قتلوا وأبيدوا ومعهم مئات وآلاف الملوك والسلاطين والأمراء، وأغلبهم لم يكن بالسوء الذي كان فيه خليفة بغداد ودويداره والشرابي وأبناء تيمية بلاطه وباقي حاشيته، لكننا لم نرى اهتماما فيهم وبذكرهم من منهج أبناء تيمية ولو بعشر معشار ما حصل في بغداد ومع خليفتها. فهل يعود السبب إلى كون فقيه البلاط ابن الجوزي تكفيري ابن تيمية، أو لأن باقي البلدان لا يتوفر فيها المقدمات المناسبة للتيمية ولأبناء التيمية لإثارة الطائفية والتكفير والإرهاب وتحجير العقول والتغرير بالنفوس وإشاعة التوحش والقتل والسلب والنهب وهتك الأعراض، وكما يحصل من أتباعهم ومقلديهم دواعش العصر المارقة؟